السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة النادي الأهلي اليوم أمام نادي البنك الأهلي، مباراة في الجولة 19 جولة 19 من الدوري المصري الممتاز. متابعين الكرام، المباراة اليوم بإذن الله تعالى ميعاد الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعاد الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعاد الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، عذرا، ومعادها الساعة 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا والمغرب. القناة الناقلة للمباراة متابعين الكرام قناة اون تايم سبورتس اتش ديوان الأولى، والمعلق بلال علام. ملعب المباراة ملعب الشرطة، الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز. متابعين الكرام اشترك في القناة، ومكتوب هنا استاد المقاولون العرب هو الملعب، وهنا مكتوب استاد ملعب الشرطة. يعني انا بصدق الصراحه الموقع التاني استاد المقاولون العرب هو الملعب. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.